الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالآية اليوم تحدثنا عن عموم التبعة أو عن المسؤولية الجماعية، فكل إنسان مسؤول في المجتمع الإسلامي، والرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك في حديث له يسمى حديث السفينة. السفينة التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، تقاسموا الجلوس في السفينة، فقال الذين في أسفلها لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، حرية بدنا نخش ونطالع المي ما نزعجهم، لأنه أعداء الله بينحرفوا على شرع الله يزعمون أنهم يعني يريدون الخير ويريدون الأشياء الحسنة، فإن أخذوا على أيديهم يعني منعوهم من بخش السفينة من خرقها نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. فالله تبارك وتعالى يقول لنا ولتكن منكم أيها المؤمنون في المجتمع الإسلامي أمة جماعة يدعون إلى الخير، أي يدعون الناس إلى ما فيه خيرهم في دنياهم وفي دينهم، لأن الخير في الدنيا هو ما أمر به الله، كل خير أمر به الله والرسول، وإذا فعلوا أوامر الله والرسول كانوا في خير في دينه في دنياهم وكانوا في دينهم أيضا في الآخرة. ويأمرون بالمعروف، أي يأمرون الناس، الجماعة هؤلاء يأمرون الناس بالمعروف، والمعروف كل فعل حسن يستحسنه العقل والشرع، وينهون عن المنكر، المنكر كل ما عرف قبحه بالشرع والعقل، ما نقول في العقل فقط لأن الأذواق مختلفة، قد يلتز الذي يحب الشهوات ويساق إليها ولو أفسد المجتمع يراها جيدة وصالحة بالنسبة له يلتز بها، لا، المعروف ما يستحسنه الشرع والعقل السليم الذي لم تخدره الشهوات، فيعرف قبحه وينهى عنه جماعة المسلمين إذا كان موجودا فيهم. فمجتمع المسلم الإسلامي يعرف قبح مخالفة أمر الله ويعرف حسن طاعة الله تبارك وتعالى، فهؤلاء هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك الذين قاموا بوظيفتي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولئك هم المفلحون، المفلحون الفائزون بالفلاح يوم القيامة، الذين يصلون إلى كل خير يبتغونه في الآخرة، وأولئك هم المفلحون. ويحذرنا الله تبارك وتعالى من الأخطاء والانحرافات التي وقعت فيها الأمم السابقة قبلنا، فيقول سبحانه وتعالى في الآية التالية ولا تكونوا، أي كأهل الكتاب، الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، تفرقوا بسبب اتباعهم الهوى واختلفوا عن الحق في دين الله في أمره ونهيه، من بعد ما جاءهم البينات أي الحجج الواضحات التي تدل على الحق والخير، فتركوها وخالفوا هذه الحجج الواضحة، وأولئك لهم عذاب عظيم. وقوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة، من هنا ليست للبيان إنما هي للتبعيض، أي بعض الأمة، ولا يمكن لكل أفراد الأمة أن يأمرون بالخير وينهون عن الشر، ينبغي لمن يأمر بالخير وينهى عن الشر أن يكون عارفا وعالما بعموم الشريعة وبأهدافها، ولو لم يكن مطلعا عالما كاملا، الدعوة إلى الله لا تحتاج إلى علم كامل، ولكن تحتاج إلى بعض الأمور الأساسية، يعرف الأساسي من الفرعي، ولا يكون بالنسبة للشريعة جاهلا جهلا مطبقا، ثم من أجل أن يعني يظهر نفسه أمام الناس بده يؤمر بالخير وينهى عن الشر، فربما يعني هرب الناس وأبعدهم عن دين الله، كما حصل معي عندما كنت إماما في جامع المغاير من سنين طويلة،
وإذا به أحد الأشخاص يقول لجار له شاب، يقول له بعد الصلاة: ما بتخاف الله؟ ما بتستحي داخل على الجامع بنصكم؟ ذاك انزعج وأراد أن يخرج، فطلبت منه الجلوس. ثم بعد ما انتهينا من الأوراد قلت له للشيخ المسن: ما هي حدود العورة التي يجب سترها حتى تصح الصلاة؟ قال: شيخي أنا شرفني. قلت له: ما بتعرف لك شلون عم بتتكلم وتسوي حالك داعي إلى الله؟ سألت الشاب: أنت كنت ستأخذ حذائك وتنصرف، بماذا كنت تفكر؟ سكت. قلت: أسألك بالله أن تتحدث بوضوح وبصراحة. قال: والله كنت أفكر أن لا أدخل مسجدا أبدا. قلت للشيخ المسن: هكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ولذلك دخل رجل على معاوية بن أبي سفيان فأغلظ عليه القول، فقال له: يا هذا، إن الله قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني. بعث موسى وهارون، طبعا أنبياء خير منك أيها الداعية، بعث من هو خير منك موسى وهارون إلى من هو شر مني إلى فرعون، وقال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالحكمة والموعظة الحسنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن توجد في أمتنا، في مجتمعنا، هؤلاء الأشخاص الذين يدعون إلى الخير ولا يضللون الناس، حتى نسعد ويعود الحق إلى مجتمعنا ويستقر به، ونعيش مع بعض إخوة متحابين كما دلت الآية السابقة في الرقم من هذه الآيات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.